ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. النهارده ان شاء الله نقضي اليوم كده مع بعض، يبقى اليوم لذيذ وخفيف. ايه رايكم في البورد الجديده دي؟ حبيت اصبح عليكم بيها. ثواني كمان، عايزه افرجكم على حاجات الجديده، عشان انا عارفه في ناس كتير عندي هنا على الانستجرام، على اليوتيوب، مش عندي على الانستجرام. طبعا على الانستجرام ببقى ابديتد جدا وكل حاجه بنزلها يوميا، فانا طبعا بعمل حساب الناس اللي مش بتكون موجوده عندي هناك، وبحب افرجكم برضو على الحاجات من تاني. فتعالوا افرجكم على حاجات جديده برضو تانية جبتها مع البورد ده. ايه رايكم في الماجنت الجديده للتلاجة؟ انا حبيتهم قوي قوي قوي. اللي قبلهم لو فاكرين كان لونهم بينك، وكانوا بينكي قوي كده، وفلوري كلهم ورد وحاجات زي كده. المره دي اخترت بقى الاسود مع الجراي والابيض، تحفه ولايق جدا جدا مع التلاجة عندي. تعالوا اعمل لكم كده ايه كلوز عليهم. هم ست مجموعه كامله بتيجي مع بعض، بس بصراحه شكلهم طلع خطير ما عدا البنت دي مش معاهم، انا اللي حطاها، كانت عندي من قبل كده، بس شكلهم حلو وادى شكل شيك وحلو قوي للتلاجة. انا طبعا اول حاجه شربت الميه بتاعتي، بصوا شربت الحمد لله كل ده، ودلوقتي هحضر الفطار. للاسف الساعه دلوقتي 12 وربع، انا بجد بقيت بتاخر جدا جدا في الفطار لاني بنام متاخر. ديما كل شويه النوم بتاعها بيغير، مش عارفه اظبط لها مواعيد في النوم ابدا الفتره دي، مع ان احنا المفروض في الشتاء وتنام بقى بدري، يعني الجو بيبقى برد وكده، للاسف بتنام متاخر جدا. احنا ممكن بننام الساعه 2 الساعه 3، ممكن توصل اكتر من كده على حسب المود بتاعها، وانا طبعا بنام معاها، فبنضطر ان احنا بنصحى متاخر، ودي حاجه بصراحه مضيعالي اليوم خالص ومضايقاني، وبحس ان انا طول اليوم بجري حوالين نفسي، مش زي ما انتوا فاكرين. في ناس كتير على انستجرام بتقعد تقولي بتصحي بدري ازاي، انا الفتره دي بصحى متاخر جدا، بصحى الساعه 12 وربع 12 ونص، ساعات ممكن توصل اكتر. فبجد بصحى حاسه دماغي وجعاني وورايا 100 حاجه ومش عارفه اتصرف في اي حاجه، وببقى زعلانه من نفسي جدا، بس غصب عني من التعب بنام. طبعا انتوا عارفين البرد والشتاء، وطبعا متغطيين فبكسل ان انا اقوم، كمان الصبح مبيبقاش فيه شمس قويه قوي فالدنيا بتبقى ضلمه، كل دي حاجات بتساعدني ان انا انام. فبجد بقيت بصحى متاخر والموضوع مضايقني جدا، ونفسي قوي النوم هيظبط وترجع تنام بدري شويه حتى. يعني انا بحب اصحى من النوم الساعه 10، بالنسبه لي ده ميعاد كويس جدا، لكن 12 ونص دي كتير قوي. فيلا نشوف هنحضر فطار ايه مع بعض. انا التوست بتاعي خلص وما عنديش حاجه تانية ممكن افطر بيها غير عيش ابيض، وانا مش عايزه بصراحه عشان النهارده عندي ميعاد مع دكتور ساره، فمش عايزه الميزان ايه يكسفني كده، فهعمل عيش شوفان. انا ده دقيق شوفان عندي بجيبه من عند ابو عوف، حلو قوي، بستخدمه في العيش، بستخدمه في البانكيك، بستخدمه في كل الحاجات اللي انا عايزه اعملها بدقيق شوفان. وبصوا العلبه بتاعته اصلا كبيره، ثواني، العلبه بتاعته كبيره وبتقعد عندي فتره طويله قوي، انا مش عارفه سعرها دلوقتي كام لان هي عندي من فتره طويله قوي، بس مش لاقيه حتى حجمها، بس هي كبيره، ما اعرف ده كيلو تقريبا، اعتقد يعني ان ده كيلو، مش عارفه مش مكتوب، مش مكتوب. المهم ده تقريبا كيلو، العلبه دي بتيجي مليانه، انا لسه فيها يعني نصها. فهعمل النهارده عيش شوفان. انا بعمله ازاي؟ انا بحط الدقيق وميه واعجنهم كده مع بعض وبس. بعمله قوامه زي قوام البانكيك شويه، يعني بعمله قوامه خفيف وبحطه في الطاسه، هوريكم انا بعمله ازاي عشان تفهموا اكتر. بصوا انا بحط كل حاجه بالبركه، انا على حسب هيطلع معايا رغيف 2 3 بشيلهم في التلاجة برده مفيش مشكله. انا حطيت الدقيق وهحط عليه شويه من الميه، احط حبه صغيره الاول علشان ما اقولش ايه ازود دقيق اكتر، وبعدين هعمل لهم ميكس بالمضرب لحد ما القوام بتاعه الاقيه معايا بقى مظبوط. بصوا اتجمع كله كده اتكتل، هفضل ازود بقى في ميه لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. بصوا بعد ما حسيت الويسك مش عارفه اقلب بيه كويس، فاستخدمت الاسباتيلا، بصراحه عملتهولي اسرع. ده كده القوام اللي انا عايزاه، بدهن بس الطاسه زبده او اي حاجه عندكم ماده دهنيه، دهنه كده بسيطه، وبنزله عليه واسويه على نار هاديه، وهوريكم شكله بيبقى عامل ازاي. وفي نفس الوقت حطيت بيضه تتسلق على النار. بصوا ده كده شكله، انا قلبته على الناحيه الثانيه،
انا بس بحط دقيق الشوفان العجينه اللي انا عملتها، وبحاول بالسباتيلا كده افردها على قد ما اقدر. وزي ما بقول لكم انا بس بمسح الطاسه، وبعدين بالسباتيلا بروح قلبيه على الناحيه التانية لحد ما ياخد لون كويس. طبعا زي ما انتوا سمعتوا كده انهيار على الصبح، نوبة غضب كده جميلة على الصبح. يلا الحمد لله ربنا يهديها، بس برضو مش راضية تفطر ولا راضية تعمل اي حاجة، وعندها دواء المفروض تاخده فهي عمالة تعيط. انا الحمد لله فطرت خلاص، انا بقيت بتأقلم يعني وبتعامل ان انا في وسط العياط بعرف امشي حالي عشان ما يجراليش حاجة. بس فانا فطرت، في مواعين في الحوض، في حاجات عايزة تترتب وحاجات عايزة تتشال، عشان كمان بصحى متأخر دلوقتي. بقيت بعمل اوقات يعني لما بيكون عندي وقت الغدا من بالليل، فانا مجهزة الغدا من بالليل، عاملة فاصوليا بيضة، بس هعمل الرز، وكمان سلقت الفراخ من بالليل برضو، وهعمل لها بس هدهنها يعني من بره كده بصلصة وبهارات وحاجات زي كده، وادخلها الفرن ويبقى الغدا جاهز. فيلا بينا نخلص كل الحاجات دي مع بعض. بدأت أول حاجة أرجع العلب اللي مش موجودة في مكانها في مكانها تاني، الحاجات اللي هتدخل التلاجة دخلتها، يعني مجرد ترتيب كده سريع للحاجات اللي موجودة أصلا على الرخامة، رجعت كل حاجة مكانها من تاني. بصراحة كانت نفسي تسدد كده، كنت بادئة اليوم بطاقة إيجابية ومبسوطة وتمام وبتاع، دي ما ربنا يهديها بقى. بس صحت بجد كانت مقريفه جدا جدا، فمش قادره اقول لكم عملت فيا ايه، نكدت عليا والفطار حتى يعني فطرته كده، المهم مجرد ان انا عايزه افطر واخلص يعني. فربنا يهديها ويهدي كل الاطفال، بجد سن صعب قوي. فكنت بعمل كل حاجه بقى ان انا عايزه اخلص وخلاص عشان اخلص اللي ورايا، يعني تقضيت واجب كده، مع اني كنت بجد صاحيه اليوم متفائله جدا. ودي بقى الاطفال يعني، انت تبقي صاحيه كده متفائله يقلبوا لك يومك، ربنا يحميهم ويحفظهم طبعا يهديهم. كان حد قبل كده سالني دايما يا روان لما بتغسلي المواعين بتلبسي جلوفز او كده، عشان انا بنسى، يعني حبيت ارد عليها في الفيديو ده. لا انا مش دايما بلبسه بصراحه، لما بتكون في مواعين كتير وحاجات ممكن تجرح ايدي وهستخدم السلكه وكده بلبسه عشان احافظ على ايدي. لكن زي النهارده مثلا انا اصلا اوت اوف مود واتضايقت بقى ومخنوقه وخلاص مش طايقه نفسي، فاللي هو انا عايزه انجز واخلص، فمش لسه هجيب جلوفز والبسه بصراحه يعني. ضوافري بقى تتكسر تتعمل مش مشكله، فمش دايما يعني ببقى حريصه جدا ان انا البسه، رغم ان هو بجد مهم جدا. ولما قعدت فتره مواظبه عليه وان انا البسه فرق معايا كتير، وفي ايدي وفي ضوافري في كل حاجة بصراحة. بس يعني هو حسب المود كده، الواحد بيلبسه لما بيبقى ليه مزاج يحافظ على ايده، وساعات بيقول يلا ان شاء الله عني ما حافظت على حاجة وما بيلبس جلافز ولا اي حاجة. في الوقت اللي انا كنت بغسل فيه المواعين ده كنت كمان بعمل الرز على النار، فكنت خلاص اوريدي الاكل كده بالنسبه لي الحمد لله خلص، بس يعني حاجات بسيطه، هعمل السلطه، الفراخ هديها تحت الشوايه لون بس كده. وقلت بقى ايه اخدكم عشان افرجكم على اوضه الغسيل، متحمسه قوي ان انا افرجها لكم. طبعا معظم اللي عندي على الانستجرام شافوها خلاص، لان انا نزلتها على الانستجرام بقى لها اسبوع او اكتر، عشان كده بقول لكم ان الدنيا هناك بتبقى ابديتد اكتر، لاني بصراحه بيكون اسهل طبعا التصوير للانستجرام عن اليوتيوب بكتير. الستوريز كمان بتسهل عليا ان انا اشارككم تفاصيل اكتر. تعالوا يلا بينا افرجكم بقى على اوضه الغسيل بالتفاصيل وكل حاجه افرجكم عليها. ده كده شكلها من بره، هو اصلا ما فيش باب هنا. هو الفكره كلها ان انا الاوضه دي كانت عندي فاضيه وما كنتش عارفه انا هعمل فيها ايه، فعملت السيراميك ده لان انا بصراحه بحبه وكان نفسي جدا اعمله في مطبخي اول ما اتجوزت. وقتها اسلام قعد يقول لي لا او سيراميك ابيض وهيتبهدل، وما كانش موافق خالص فما عملتوش. فلما جت بقى عندي الاوضه الفاضيه دي فقررت اعمل السيراميك ده، قلت بقى اعمل فيها كوفي كورنر، اعمل فيها اي حاجه، بس ما كنتش لسه عارفه انا هعمل فيها ايه. فده عشان كده اخترت السيراميك ده، عشان ناس كتير سالتني على انستجرام هو ده سيراميك ولا ورق، لا ده سيراميك في الاوضه كلها بالشكل ده. وما كنتش عامله ليها باب بحيث ان هي لو هتبقى كوفي كورنر او حاجه هسيبها مفتوحه. وبعدين قررنا ان احنا نعملها اوضه غسيل، انا الغساله عندي اصلا كانت موجوده في المطبخ، فقررنا ان احنا ننقلها من المطبخ لاوضه الغسيل هنا، بحيث ان هي توسعني مكان في المطبخ وفي نفس الوقت تبقى برده شكلها حلو، واستغلينا الاوضه واستفدنا منها. انا لحد دلوقتي ما عملتش اصلا الكوفي كورنر، وممكن لو حابه ان انا اعمله هنا هاخد ركن على جنب كده واحط فيه التيبل بتاعه الكوفي كورنر وهيبقى هو الكوفي كورنر، فبرده هي الاوضه لسه فيها مكان واسع ولسه فيها مكان فاضي اقدر ان انا استغله. انا حبيت بقى فكره الكوفي كورنر بتاعتي تبقى حاجه مش غاليه ومش مكلفه في الظروف اللي احنا فيها، وفي نفس الوقت يبقى شكلها شيك وحلو.
فجات لي فكرة الستاند ده، كنت بشوفه دايما بتاع الغسالة، وناس كتير عايزة اقول لكم قالوا لي خلي بالك عشان ممكن يصدي او كده لو هو محطوط في حمام، بس انا حابة اقول لكم ان انا اصلا مش حاطاه في اي مكان فيه مية، ما بيجيش عليه مية، فده مخلاني اجيبه وان انا مش قلقانة منه ان هو يصدي. لو انتوا هتجيبوه في حمام او مكان هيعمل بخار مية او كده فعلا ممكن يصدي. في نفس الوقت هو سعره مش غالي خالص، هتلاقوه موجود على امازون، هتلاقوه انا جبته من بيج على الانستجرام. وحطيته بالشكل ده بدل ما اعمل دولاب خشب ويكون مكلف وغالي، لا بالنسبة لي ده كانت تكلفته بسيطة جدا عن ان انا اعمل دولاب كامل من الخشب، وفي نفس الوقت طلع شكله حلو واخد كل الحاجات اللي انا محتاجة احطها. انا اكلمكم بقى عن كل التفاصيل اللي هنا. اول حاجه، بص الزرار ده من الحاجات الحلوه قوي اللي تعمليها وانتي بتاسسي الكهرباء في بيتك، ان كل جهاز بيبقى ليه زرار بيفصل الكهرباء تماما عنه، يعني مش مجرد ان انتي طفيتي الغساله من زرار الغساله بس، لا انتي كمان الزرار ده بيمنع الكهرباء خالص عنها، علشان لا قدر الله اي حاجه تحصل يبقى الجهاز مش واصل له اي كهرباء، لان انتي مجرد انا قفلت من البكره هنا مثلا الغساله هي لسه واصل لها كهرباء، لكن الزرار ده بيخليها ان هي فاصله تماما عن الكهرباء. انا عاملاه عندي مع الغسالة وعاملاه كمان مع السخان، ان انا لما بشغله او اطفيه بفصل عنه الكهرباء تماما لما بكون بره البيت كمان. فانا دلوقتي فاصلة عنها الكهرباء تماما، لما باجي اشغلها بروح رافعة الزرار ده وبعدين ابدأ اتعامل مع الغسالة خالص، بعد ما بخلص بروح قافلة الزرار تاني. نيجي بقى الحاجات اللي انا حطاها على الستاند. حاجه انا حاطه البورد دي مكتوب عليها لاندري، وبصراحه الغرض الاساسي منها ان هي الدليل على الحنفيه اللي موجوده ورا دي، شايفيني في البورد بس ما تخافوش انا لابسه، يعني تدلي على الجزء اللي من ورا، وفي نفس الوقت مكتوب عليها لاندري فشكلها حلو قوي، وغطيت لي بصوا لما اكون داخله الجزء اللي ورا ده مش باين خالص. طبعا حطيت جنبها الزرعه الجميله اللي بتبقى نازله دي، دي زرعه طبعا صناعي كنت جايباها من ايكيا، كانت عندي اصلا من قبل كده، وكمان الزرعه الصغننه الخطيره الكيوت دي، دي شويه منظفات زياده انا حطهم بالشكل ده، بس في حد اقترح عليا اقتراح عجبني قوي ان انا اجيب سله خوص كده واحطهم فيها هيبقى شكلها احلى، بس انا بصراحه لسه مش عندي ومش عارفه ممكن اجيبها منين، بس هدور لها يعني على مكان وهعمل كده فعلا لان الاقتراح ده عجبني قوي. اما بقى الازايز دي انا كنت جايباهم من ايكيا وكمان موجودين في هوم سنتر، الكبيره دي انا جبتها من هوم سنتر، موجودين الاحجام كلها، في منهم كانوا عندي اصلا من قبل كده فاستخدمتهم وحطيت عليهم الاستيكرز بالشكل ده، بجد بقت شكلها احلى بكتير من ان انا احط الازايز بتاعت المنظفات، شكلها بقى متنظم ومترتب اكتر. وكمان الازايز بقى الاساسيه انا حطاها جنب الغساله هنا في الكورنر ده متداريه مش باينه، عشان بعمل بيها ريفال تاني لما الازايز دي تخلص، وده كده بيكون الشكل النهائي في الجزء ده. طبعا ناس كتير سالتني قبل كده على التهويه، زي ما انتم شايفين انا مش حاطه باب، فالتهويه كويسه جدا في الاوضه، وكمان في شباك. بالنسبه للشمس انا الشمس بتيجي هنا الصبح بدري بكون نايمه، بس لو حابه ان الشمس تبقى مركزه اكتر، انا عندي الاوضه دي زي ما انتم عارفين لسه فاضيه ما عملتش فيها حاجه، والحمد لله بتدخل لها الشمس حلو قوي، فانا ممكن اخد فيها المنشر الصبح بحطه كده يتشمس، وبعد ما الشمس تروح برجعه تاني. ده كده النور، انا عاملاه وورم لان انا بحبه، عاملاه درجتين، بحب جدا الورم مع السيراميك اللي هنا، عامل شكل بجد حلو قوي وعجبني جدا لما اتعمل. حاطه هنا بقى الثبت بتاع الغسيل، شكله بجد عجبني كده احسن، مش عارفه في حاجه وقعت عليه من هنا مش راضيه تطلع. مهم، وحطيت هنا الطبق بتاع الغسيل والمنشر، المنشر كلمتكم عنه كتير، هو المنشر بتاعي بلاستيك، انا كنت جايباه من المرشدي وبجد البلاستيك بتاعه حلو جدا وعجبني قوي، سعره كان 400 وحاجة، انا جبت الاول المعدن وبعدين اتكسر فما عجبنيش خالص، فجبت البلاستيك ده بصراحة ممتاز. بصوا انا حط عليه حاجات تقيلة ازاي، وحط عليه حاجات كلها شتوي وتقيلة، عشان في بنات قالوا لي طب بيستحمل، ايوه بيستحمل بجد، الحاجات البلوفرات وكل الحاجات البيجامات الشتوي كلها بحطها هنا وحلو جدا. ده كده يكون الشكل النهائي للغرفة بتاعت الغسيل، بسيطة وعملية مش مكلفة، وفي نفس الوقت لسه عندي مساحة، الحيطة اللي جنبي دي كلها لسه فاضية، اقدر ان انا لو حابة بعد كده اعمل فيها الكوفي كورنر، عشان حابة الاضاءة والسيراميك هنا قوي اقدر ان انا اعمله برضو، ما خدتش مني مساحة كبيرة وما حسيتش ان انا بجد اتكلفت فلوس خالص، يعني حاجات بسيطة قوي اللي جبتها، الازايز وفي جزء منها كان عندي، الستاند برضو سعره زي ما اقول لكم رخيص جدا، فبجد بس يعني ايه مجرد ان
ان انا قعدت افكر ان انا اعمل حاجه تكون بسيطه وفي نفس الوقت مش مكلفه، وطلعت معايا بجد انا راضيه عنها جدا، شكلها عاجبني ومقتنعه بيها تماما. برضو هستنى رايكم تحت في الكومنتس، يا رب الاوضه تكون عجبتكم، ودايما دايما ان شاء الله هشارككم اي تجديد واي تغيير بعمله عندي في البيت هشاركه معاكم، عشان بحب اسمع رايكم وبحب كمان اعرف لو في حاجه حابه تتغير. بجد انا بستفاد منكم كتير، فانا هستنى رايكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم. سوري بقى لو طولت عليكم شويه، بس انا كنت حابه اقول لكم كل التفاصيل اللي انتوا بتسالوني عنها. الله، استنوني في فيديو جديد. باي باي.